اتحاد حجوت الجريح دخل المباراة وعينه على النقاط الثلاث للابتعاد عن منطقة الخطر، وفريق مولودية العلمة جاء لمواصلة نتائجه الإيجابية والاقتراب أكثر من الصدارة. أصحاب الضيافة بادروا للهجوم منذ البداية، ففي الدقيقة الثانية كاد نصري يفتتح باب التسجيل لولا تصدي الحارس مقرني لكرته الأولى، والثانية كانت خارج الإطار. رد ضيوف جاء في الدقيقة 23 عن طريق إبراهيمية الذي لم يحسن استغلال هذه الفرصة التي أخرجها الدفاع. سيطرة الاتحاد تواصلت في هذا الشوط، إلا أنهم لم يتمكنوا من الوصول لشباك الخصم. ففي الدقيقة 33 حاول المهاجم أوراس التسديد من بعيد، لكن كرته جانبية. المولودية بدورها أهدرت فرصة تسجيل هدف التقدم بعد تنفيذ مخالفة من تشيكو في الدقيقة 40، ورأسية زغيدي يخرجها الحارس شلالي للركنية، لينتهي الشوط الأول بنتيجة البيضاء بين الاتحاد والمولودية. في الشوط الثاني حاول أصحاب الأرض مباغتة الخصم منذ البداية، ففي الدقيقة 55 رفض الحكم الإعلان عن ضربة جزاء بعد كرة جماعية بين رفقاء القائد طالة. دقيقة بعد ذلك أهدر أوراس وجها لوجه أمام الحارس المتألق مقرني بعد عمل جماعي منسق، تلته هذه الرأسية من أوراس الذي ضيع للمرة الثانية على التوالي. رد المولودية جاء سريعا عن طريق محاولات المهاجم حميتي ووسط الميدان تشيكو. ففي الدقيقة 70 مرر السعماري كرة جميلة للبديل العوفي الذي ضيع أمام الحارس شلالي. ضغط الضيوف تواصل في هذا الشوط، ففي الدقيقة 85 أهدر العوفي هذه الفرصة بعدما راوغ وفضل التسديد بدل التمرير لزميله حدوش الذي كان في وضعية مناسبة للتسجيل، وكرته اصطدمت بالعارضة الأفقية لمرمى الحارس شلالي، لتنتهي المباراة بالنتيجة البيضاء بين الفريقين، لتعمق بذلك المولودية من جراح الاتحاد. مباراة كل واحد فينا كان خاصته شوية فعالية وشوية حظ، لأن الفرص كانوا كاينين. أما لو كان بدينا اللعبة في الشوط الأول مثل ما بديناها في الشوط الثاني، نقدر نقول لك كنا قادرين نديروا حاجه نفوزوا. المسه الاخيره هذه اللي تخصنا حنايا، وحنا ان شاء الله نسيو نشتغلوا من القدام باش كما يقولوا يقعد نفس المردود كما تاع اليوم، مردود هذا يكون مليح، وبيان سور جسد اهداف. المردود بلا اهداف ما كاش ما نقدروش نحققوا نتائج بلا اهداف.